siamo, ci figlio. يلا يا بابا هنا وصلنا. انا يا بابا اجرت الارض هذه مخصوص عشان شغلنا هذا. هنا وصلنا يا حبيبي. هنا وصلنا يا بابا. هنا وصلنا. هي الارض هي انا. بعدين يا بابا انا ايش ان شاء الله يا بابا اذا كنت انت كويس معايا غير ان شاء الله اجيب لك العاب وهدايا تكون شغله حلوه. ماشي احنا عندنا وصلنا بس وصلنا. هنا وصلنا. هي الارض يا بابا. تعال شوفها. بابا الأرض دي مكون. معلش يا بابا عشان هي المطلوبة هذه أنا متأجرها مخصوص عشان شغلنا هذا يا بابا لما نشتغله. يا بابا اسمع يا بابا لا تفي معك اتفاق. اقعد هنا. حقت يا بابا أنا بدي أروح أجيب أولاد وش اسمه وأحكي لهم إن في ولد لقيته في الشارع. تعالوا شوفوا بتعرفوه ولا لا. وانت اول ما تشوفهم تقعد تعيط وتحكي بابا بدي ماما. ماشي مش بزد الارض خوف. جبلي ليمون بعدي بجيب لك ليمون يا بابا بس نخلص شغلنا. ماشي ماشي. ضلك قاعد هون اول ما تشوف حدا معاي بصير تعيط. طيب يلا هيني جاي مش مطول. طيب ادعي لي يابا. يا رب. الو. لا والله عند الارض فزقتها. السلام عليكم. والله زهران. حالك يا عمو؟ حالك. شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. شو اخبارك؟ بدي اسالك يا عمو انت من المنطقة من هنا؟ والله هي بيتنا هنا. يعني بتعرف كل المنطقة وهيك؟ انا هنا من منطقتنا بس ليش عفوا بتسال؟ انا يا عمي جاركم جديد اشتريت الارض اللي هنا اللي جنبك. لك الارض اللي هنا. فوالله يا عمو شو اسمه؟ شفت ولد صغير بعيط في الشارع. واخذته عندي هي في الارض. وبعيط بحكي بدي بابا بدي ماما. يا عمي يعني اذا بتعرف اهله انت بتعرف كل المنطقه صح؟ يعني بتعرف كل ولاد المنطقه. اكيد بتعرف الولد صح ولا لا؟ بنشوف يلا تكسب ثواب يا عمو. الله يرضى عليك. تعال شوف الولد واذا عرفته يا عمو بتقول له. تعال يا عمو تعال. هلا وسهلا. يلا شو هذا يا عمو بدك تخوف؟ لا يا عمو عشانها جديده لسه ما زبطتهاش وما عدلتهاش. يعني كل اراضي المنطقه بنعرفهم بس انا اول مره اشوفها. لا يا عمو عشان هذه جديده الارض لسه يا حبيبي. تعال يا حبيبي تعال. شايف يا عمو الولد؟ هي الولد. اقف يا عمو اقف. يلا يا بابا يلا احمل. يلا بسم الله. يلا ودي. هي اول واحد يا بابا. شاطر يا بابا شاطر. يلا جيب لك كل اللي بدك اياه. يلا اقعد ثاني. معاه جوال كمان. اقعد يا بابا ثاني. لقيت هنا وشو اسمه راح اجيب واحد ثاني. طيب شاطر زيك تمام بالضبط. طيب يلا اقعد اوعك يصحى. ماشي يا رب. هي اول واحد زبط معانا. في هذيك من هناك. مرحبا يا عمو. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ امنيه. اسمك امنيه؟ امنيه بدي اسالك انت من المنطقه من هنا؟ هذه داركو؟ طيب يا امنيه بتعرفي كل اولاد المنطقه اللي هنا انت؟ هذه دارك وهذا شارعكم يعني؟ طيب يا امنيه ايش رايك تكسبي ثواب؟ طيب في ولد انا لقيته قاعد بعيط وبحكي بدي ماما بدي بابا حزنت عليه واخذته. انا اشتريت الارض هذه اللي قبالكم جديده. يعني لو شفتيه بتعرفي مين اهله؟ انا ايش دخلني؟ بتكسبي ثواب يا عمو عشان يعني عشان ربنا يعني. ايش رايك؟ طيب. تروح تشوفيه بتعرف اهله يمكن؟ اكيد من الشارع من عندكم صح؟ انا بدي اشوف اروح. تعالي يلا امشي يا امنيه. اذا عرفتيه امنيه ان شاء الله غير الله يديكي حسنات. يلا يا امنيه تعالي. عمو ارضك بتخوف. ارضي يا عمو بتخوف عشان انا جديده لسه يا عمو وما لحقت اجي اضبطها وارتبها. هيا يا عمو جبت لك حد يمكن يعرفك يا عمو. تعالي يا عمو. تعال. هاي هذه البنت من الشارع. بابا. هاي هذه البنت تعرفيها يا عمو انت؟ لا بعرف. طب ركزي فيه. طلعي فيه كويس. لا بعرف. طلع يا عمو يمكن تعرفيه. طلعي. يلا يا بابا يلا احمل. يلا. هي ثاني وحدة يا بابا. 100%. يلا. ايوه. حكيت يا بابا بدنا نروح نجيب كمان واحدة. ماشي شاطر يا بابا بس بدك تعيط أكثر المرة الجاية عشان يصدقوك أكثر. طيب يلا اقعد استناني هنا. طيب طولي بابا خلاص بكفوا اليوم.
اليوم. يا بابا شو اللي بكفوا اليوم بابا؟ احنا بدناش اثنين، بدنا خمسة عشان ناخذ مصاري اكثر واجيب لك العاب اكثر وهدايا اكثر. ماشي؟ يا بابا. ايش يا بابا؟ احنا مش في عنا ليمون ناكله. يا بابا في ليمون. ليش هدول بدنا ناكله؟ يا بابا هدول يا بابا بدنا نبيعهم وناخذ بدلهم مصاري الاولاد. ونجيب هدايا والعاب كثير، خليك هنا تمام؟ لما اول ما تشوف حدا جايب حدا بتصير تعيط، طيب؟ خذ هذا البربش عشان لما حدا ما يخرجوش. لا خلص خلص خلص، لا بدناش نضرب حدا، يلا خليك قاعد خليك قاعد. بابا اجيب العاب كثير والله. الواحد لازم ينظف المكان تبعه. السلام عليكم يا عمو. لا السلام عليكم. كيف حالك؟ ايش بتسوي يا عمو؟ في الجنينة. طيب يا عمو تعال اقول لك، ايش رايك يا عمو تكسبي ثواب وتاخذي حسنات؟ شو يعني حسنات؟ يعني حاجه كويسه. هلا في ولد انت من المنطقه اول حاجه؟ نعم. من المنطقه انت؟ اه. وتعرفي كل اولاد المنطقه اللي هنا؟ اه بعرف. طيب يا عمو انا قبل شويه انا جارك جديد هنا سكنت. اه والله؟ اه والله، لقيت ولد تايه بعيط، بابا بدي بابا بدي ماما، اخذته عندي على الارض. فمش عارف مين ابوه وامه، انت يمكن تعرفيه. ساعديني. تعالي تعالي ساعديني يا عمو. والله يا عمو انت شاطره وكثير كويسه، وانت عشانك شاطره يا عمو غير اديك هديه كمان شويه. تعالي يا عمو تعالي، يلا يلا يا عمو يا حبيبتي تعالي. انا يا عمو ما احب اعمل بس ما اعرفش الاولاد كلهم. يمكن تعرفي يا عمو؟ اول مره اشوف. هيو يا عمو شايفه؟ هيو هيو تعرفي؟ لا ما اعرفوش، هذا اول مره اشوف. طب تعال قرب يا عمو، قرب عليه قرب عليه يا عمو، قرب طلع عليه. شايفه شو من شقة تانية؟ شو فيه؟ شو فيه؟ يلا يا بابا يلا يا بابا يلا يلا يلا، هنا خطفنا واحد جديد. يلا ثلاثة صاروا وصل ثلاثة. يلا حطها ايوه ايوه يا يلا يا بابا، هنا صاروا ثلاثة. اسمع ضايل اثنين وخلص، بعد هيك احنا نعمل ايه شو اسمه، بنكلم السلامة ومن يجي ياخذهم. يلا خذهم نطول. انا جاي الشرطة بابا، هذا المكان فيش عليه شرطة، بعيد فيش عن في الخلا هذا، هيني جاي مش مطول. يا رب سهل الامور، ضايل اثنين وبخلص المهمة تبعتي هيك. تعبت. يلا كل هذا الطريق كل يوم حصة بعد حصة، حصة بعد حصة، وقتش بنخلص من الحصص تعبت وانا بمشي. اوف وقت بدي اخلص الطريق واروح على الدار، الشمس قتلتني قتل. مرحبا يا عمو. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. مالك زعلانه يا عمو هيك؟ كل يوم انا بروح من مش قصتي يا عمو، مش قصتي وحدي الله. هلا انت ساكنه في المنطقه هذه؟ اه. هذا داركم اللي ورا هنا؟ اه هذيك يا عمو دارنا. طيب يا عمو اسمع يا عمو، هلا انا يا عمو جديد في المنطقه هذه، اشتريت الارض هذه اللي هناك شايفاها؟ شريها؟ اه. هلقيت يا عمو لقيت ولد صغير، انا عشان جديد في الحاره بعرفش حدا، لقيت ولد صغير بيحكي بدي ماما بدي بابا وبعيط، حزنت عليه واخذت خبته في الارض عشان الشمس. شو يعني اعمل؟ انا بدي افهمك يا عمو، حكيت انت بتعرفي كل ولاد المنطقه اللي هنا؟ اه. وبتعرفي المنطقه كلها؟ اه. طيب يا عمو يمكن تشوفي وتعرفي، تعال شوفي يمكن تعرفي. انا بدي اروح على الدار على السريع. على السريع له 10 دقائق. على السريع على السريع يا عمو. هلا قلت انت شوفي يا عمو اذا عرفتي. عمو بدك تخطفني؟ ايش يا عمو اخطفك؟ ايش الهبل هذا يا غزلي؟ ماما طولت صليك ساعه بدوري بستنى بصاحبتي، وانا ولا وراي مشوار ضل استنى فيكم. يا ماما امشي نروح نشوفها، بلكن يا ماما مش عارفه الشارع ولا طب افرض رحنا ما لقيناهاش، يعني انا شو ذنبي انت وصاحبتك اخرتوني على مشواري؟ لا يا ماما بنلاقيها. طب ماشي يلا تعالي نشوفها. خلصي امشي يا ماما. في حد بخطف حدا يا عمو؟ ماما بتقول لي ما تروحيش مع حدا. لا يا عمو حرام، الولد الصغير بعيد سمع صوته. يلا خلصي تعالي نشوف هذه صاحبيتك. ماما اياك واقفه بس ابصر ما مني. ماما واقفه يمكن ابوها. مين بده يكون يعني؟ لا يا ماما مش ابوها، انا بعرف ابوها وبعرف امها. ها مين بده يكون؟ تعالي طب خلصينا نشوفها. طيب يلا ماشي يا ماما. مين هذا؟ طيب ما بعرف ابوها وكل اهلها يعني. يلا بس الى ايش اكيد حدا بتعرفه. تعالي يا عمو شوفي يا عمو يمكن تعرفي، وإذا عرفتيه الله يعني بديك حسنات يا عمو. تعال شوفي تعالي. طيب هاي جاهزة. ولكن سروان أخذها هذا اللي كان معها، لكل حدا بخطف الأطفال هذا. مش عارفة يا ماما بس أنا حكيتك مش أبوها. طب مينا؟ طب تعالي تعالي نشوفهم شو بيسووا. ماشي يا ماما استني يا ماما. الله يستر، هذه صاحبتك شكلها هبلة. لا يا ماما. يلا يا عمو يا حبيبي. يا عمو
ليش هذا المكان بتبع درسي؟ يا عمو يا حبيبتي بتكسبي ثواب. ما بتدفع لي 100 شكل على درس واحد. بدنا نودي الولد لاهله يا عمو، بدنا نودي الولد لاهله. لك شو هذا المكان اللي صاحبتك جاي مع هذا الزلم عليه؟ شرفني يا ماما. انت متاكده انه مش ابوها؟ يا ما بحكي لك من انا بعرف ابوها. والله انا شاكه في القصه، شكله في شيء. ماما بصير كيف هذا المكان؟ طب تعال نلحقهم ونشوف شو بيسووا. تعالي يا عمو. لا مش تعبانة يا عمو، بس تعالي تعالي عشان الشجر يا عمو، بس تعالي هالقد تعالي فرجيك انا الولد. تعالي يلا. هيو يا عمو، شايفاه يا عمو؟ هيو الولد، شايفاه؟ هيو تعرفيه؟ متأكدة؟ تعالي يا عمو اقف، اقف خليني اشوفك. اقف، طلع في، طلع في، طلع في، شوفيه، شوفيه يا عمو، شوفيه. هيو يلا ارفع ارفع ارفع. ايوه 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 معاه كتاب. هاي الكتاب اخذته منها انا. اسمع انا تعبت يابا، ضايل اخر واحد بدنا نجيبه وبعدك ايش؟ ولا والله خلص بكفي بكفي بكفي. بابا الجوال هذا بدك تبع الولد هذاك. اه بدي اكلم منه، يمكن معك انا اتكلم اكلمهم يجي ياخذوهم. هذا طلع بخطف الاطفال يا بنيه. لا امشي نبلغ الشرطه بسرعه. صح مش يا ماما؟ ما انت يا ماما مش ابوها. بسرعه بسرعه تعال. الله يستر، صار ما يعمل فيهم إشي. يلا يلا بسرعة. اه 100% هي الولاد، هاي حضرت لك كل الولاد، حضرت لك اياهم. هاي مهم، هاي ما كلهم موجودين. اه تيجي تاخذهم كمان شويه، طولش علي. اه بدناش المنطقه تعرف. يلا بستناك بستناك. سلام سلام سلام. بابا هاي مليين ياخذوهم، حجيب لك هدايا واجيب لك كل حاجه بدك اياها. ماشي. الو اه شرطه. اه في واحد عندنا مخطف الاطفال قاعد في الارض هاي تبعته. والله يستر شو عمل فيهم. يا ماما خطر. وفي كمان اولاد كثير، تعالوا بسرعه. اه اه ماشي يلا بنستناكم بسرعه. سريع سلام. ولك الله يستر شو عامل كاين في الاولاد هذول، شو مغمى عليهم. ولد الله يستر صاحبتك هذه كمان. يا الله يا بابا طولوا كثير يا بابا، هذول الناس مش وقتهم مش ياخذوهم. انا كثير خايف وقلقان يابا، تاخروا كثير وقتهم مش ياخذوهم. انا مش عارف معلش يا بابا، عيدهم عيدهم. والله بابا خايف، انا خايف قلقان، طولوا كثير علي، خايف تيجي علينا الشرطه تطب علينا الشرطه، يقولوا اهلهم فقدوهم. لقيتها وصلنا المكان هاي، شايفين شايفين الجريمه. حول هاي هاي اصبر عشان تصير الشيء. بابا بابا ارفع ايدك. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين يا عم؟ انتوا مين؟ احنا مين؟ هذول هذول اولادي. امشي قدامهم اولادي. هاي قيادي خلاص يا حبيبتي، تزعليش خلاص، هينا انقذناكي وكلمنا الشرطه. بس انا بدي اياك يا حبيبتي بعد هيك اي حدا بقول لك تعالي، لو ايش ما كان، لو كان ان شاء الله ذبح ولد وقال لك تعالي خذي وعك تروحي. ماشي؟ مش امك موصياكي على هذا الاشي؟ قلت له انا يا خالته، ماما قالت لي ما تروحيش على ولد. انا عارفه انا عارفه انا عارفه. وقعد يمسك فيا يمسك فيا، وانا بقول له امان عمو تسيبني. خلاص حبيبي بقول لي عشان انت تكسبي حسنات. بضحك علي. معلش معلش. اولادي كثير واجهدوا لك الاولاد وحررونا. ثاني مرة يا نور تصدقيش حد يا نور، عشان هذا كله كذب. اسمعي كلام صاحبتك. ماشي حبيبتي، انا وصيتك انا كمان. ما تصدقيش حد يا نور. طب يلا انتم بكش روحوا على الدرس تبعكم ولا ايش؟ بالله يا ماما بدنا يلا روحوا يلا. اخذ كتابي. معلش هاي كتاب صاحبتك غزل، هي بتروح على الدرس مع بعض. يلا روحوا شاطرين. يلا يلا يا ماما. مش يا نور دير بالك على حالك يا نور، ما تسمعيش كلام حد. الله يبعد عنهم اولاد الحرام بس.